باللغة العربية البيضاء إذا صح التعبير، في إطار فانتازي كوميدي، هو الأول من نوعه في الكويت، اكتمل في فيلم اسمه العتر. فيلم اسمه العتر، عترنا يعني نعرفه احنا في لهجتنا المحلية، الإنسان القوي، الإنسان العرد، الإنسان اللي ما تقدر تغلبه، وموجه للجمهور العربي كافة. شلون هذا الأمر؟ راح نتعرف مع ضيوفنا من خلال هذا اللقاء الجميل اللي راح يجمعنا معهم، ما يقتصر فقط على المستوى الخليجي والمحلي، راح ينتقل الى اعتقد يمكن الوطن العربي، يمكن عنده مشاركات في مهرجانات، خصوصا هذه الفرقه عندها مشاركه في مهرجانات خارج الكويت، في مهرجان اسكندريه كان عنده مشاركه، يمكن ان شاء الله ينتقلون الى كان وغيره، نشوفهم في المحافل الدوليه. عن تفاصيل واحداث هذا العمل وهذا الفيلم اللي هو فيلم العتر اللي انطلق، راح نلتقي مع مشرف ورئيس فريق عمل الفيلم ومدير الفرقه السينمائيه الاولى الاستاذ رمضان خسرو. مساء الخير اخوي رمضان، حياك الله، اهلا مرحبا فيك. مساك الله بالنور بتركي، مشكور على هالاستضافه الطيبه، وارحب فيك وبالساده المشاهدين. بارك الله فيك، وايضا نرحب بالفنان والدكتور فهد العبد المحسن. مساك الله بخير استاذ فهد، حياك الله. هلا اخوي راشد، الله يحييك، والشكر لك ولقناه الراي على اهتمامهم وتسليطهم الضوء على فيلم العتر. انتم المشكورين، وبارك الله فيكم على هذه الاعمال الجميله والاعمال اللي تقدم بين فتره وفتره مميزه، واليوم هذه الافلام وهذه الفرقه السينمائيه الاولى. فاللي يشتكي من السينما اليوم شباب اجتهدوا وشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم رمضان مع فرقته الجميله من تميز الى تميز، عسى الله ربي يوفقكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ننطلق مع المخرج ولا مع الفنان؟ مع المخرج. لا مع الدكتور. طيب، اول سؤال راح ياخذنا عنتر اسمر وانت ابيض. وكلمنا عن هذه الشخصية. طبعا الشخصية عنتر معروفة، يعني في لها قالب تقليدي، يمكن عشان كذي انت قلت اللون الأسمر والكاركتر اللي هو المألوف. نعم. يمكن هني مع أخوي رمضان والشغل بالفيلم، أول شيء طبيعة الفيلم، الفيلم نوعه كنوع يعني فانتازي، أو الكاركترات اللي فيه أغلبها كاريكاتورية، فما في هذا الصوره النمطيه او الشيء المالوف. فيعني اثناء الاعداد للشغل وتصوير الفيلم كنا نتكلم دائما على موضوع اللي هو نتحرر من كل هذه القيود، يعني ما في زمان، ما في مكان، ما في الضوابط اللي هي معتاده في الفن الواقعي. جميل. علشان كذي صار الفيلم فانتازي. بالنسبة حق عنتر، طبعا عنتر يأتي في مرحلة ما في الفيلم ويحدث خلنا نقول نقلة أو مفصل معين يعني حق العتر، يعني اللي هو يزرع فيه الحكمة ويغير مساره ويعلمه معناه الشجاعة ويعلمه على البطولة والفروسية وإلى آخره، يعني يزرع فيه قيم. جميل. بالنسبة للشكل أو اللون وكذا، طبعا كان معانا الماكير اللي هو ذكرني اسكندري، ماني اسكندري. طبعا رجل محترف يعني، وسوى تجارب وشافوا الاخوان المخرجين وشافوا اخوي رمضان كمشرف عام على الفيلم، واعتمدنا بالاخير الشكل اللي طلع فيه عنتر. ايش صار بالصبغه؟ عاد صبغوك من تحت لفوق؟ طبعا يعني اي اكيد. كله كان هو فاونديشن يعني. بالضبط. يتغير اللون. يعني ما تحسست ولا شيء؟ الحمد لله. لا الحمد لله، لا الحمد لله. رمضان، نتكلم على هذه الشخصيه، لماذا اختيار هذه الشخصيه التاريخيه اللي لها رمز عند الجزيرة العربية نتكلم، وانت تتكلم عن عنترة وهذه الشخصية التاريخية البطولية الرمزية اللي تكاد تكون قدوة لبعض الشخصيات من ناحية القوة والفكر والشجاعة والأمور هذه كلها، وتقديمها بهذه الصورة من صح التعبير نوعا ما في كوميديا لايت، ها؟ كوميديا بسيطة. فألا تعتقد بأن هذه مغامرة أم في هدف خاص في بالكم؟ تمام. شوف أنا أقول لك الشيء الجديد اللي بقوله الحين اللي ما سبق تكلمنا فيه، ان الفيلم العتر هو قصه مستوحاه فيها نسبه من الاقتباس من احداث قصه او سيره عنتر بن شداد. طبعا المؤلف رازي الشطي لما 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 قعدنا وكان في عنده هذه الفكره، بس طبعا مثل ما قلت لك هي مستوحاه، ماخذ تفصيله شيء بسيطه وبدا يشتغل عليها كفانتازي وكاريكاتوري ويفتح لها ابعاد ثانيه ويحول العمليه الى عمليه مختلفه تماما، فيها لايت كوميدي، فيها فانتازيا، بس اعتمد على بعض المواقف. يعني مثلا علاقه عنتر في عبله، موضوع طلب المهر من عنتر على اساس يتم الخلاص منه،
في وسط الصحراء، ثم عودته المفاجئة بالمهر. يعني بالضبط هذه الثلاث نقاط أخذهم الكاتب رازي الشطي وحولهم وبنى عليهم موضوع ثاني مختلف وقصة مختلفة، اللي هي من خلالها العتر يعشق سلمة، هو فارس القبيلة ويعشق سلمة، ويكون في يوم من الأيام غزو على المدينة فيحمي المدينة من هذه الأعداء، ويقوم الوالد سلمة اللي هو حاكم القبيلة أو المدينة اللي فيها هو يقول لنا أطلب، يعني أنت اليوم فارسنا وهذا أطلب، هذا الشكل اللي احنا عارفينه يعني. نعم. فيطلب منه بإيد بنته، فيقول له تمام مقابل إيد بنتي، هو يبي يفتك منه بيخلص منه، فيقول له مقابل إيد بنتي تروح تجيب لي 1000 بلبل من بلابل النعمان وبلابل بيض مثل اللؤلؤ، ويقول له فتعال انت من وين تجيب هال1000 بلبل؟ فيروح يدش ياخذ رحله ويقول انا قدها، انا العتر وانا قدها، ويروح يدش برحله ويبدا هني يبدا الفيلم. طيب هذه حكايه الفيلم، هذه الحكايه الحين ارجع انا هذا كله قاعد اقول لك عشان اوديك عند عنتر. حلو، عند سؤالي ها الحين جاوب على سؤالي. بالضبط. تفضل. فلما يا رازي الشطي عمل هذا القالب قعدت انا وياه تناقشت فيها، قلت له انت وديتني برحله جميله بس لا زلت انت في 10% من هذه الرحلة أنت مقتبسها من عنتر، وبعدين العتر بعد ما راح وصار له حدث معين رجع هو مثل ما هو، المفروض أنه هو يرجع مختلف فكريا، وهذا الأهم، هذا اللي أنا أبي أوصله حق الناس، شعوره مختلف، فكره مختلف، بدأ يعني يتنزه ويصل إلى 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 منطقة إنسانية أفضل من المنطقة اللي هو طلع منها. نعم. فهني أتت فكرة أنه تمام العتر معناته وهو راجع في الطريق بالصحراء في وسط الصحراء يلتقي في عنتر، فلقاءه في عنتر انا من خلاله أأكد ان ايه انا مقتبس 10% من عنتر، وانا كاني طلعت لك عنتر الصجي. يعني هذا مو عنتر. لا هو عنتر. العتر مو عنتر. العتر مو عنتر. عنتر اللي هو العتر اللي يقوم بهذه الادوار كلها. ايوه بالضبط. ولكن في عودته من رحلته وجلبه للمهر وهو عائد في الطريق يلتقي في عنتر في وسط الصحراء، ويصير في بينهم حوار، يصير في بينهم حوار، ويصير في بينهم جلسة سمر على قولتهم، يعني يلتقون يوم يومين بوسط الصحراء وكذا، ويصير في بينهم مناقشات كثيره، ويظهر عنتر بشخصيته الحقيقيه وابعاده. ايوه بالضبط. طبعا هني احنا ماخذين 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 من عنتر اكثر من احنا ماخذين عنتر البطل الفارس اللي يشيل عشر فرسان ويرميهم، اخذنا من عنتر حكمته. عنتر فارس اكيد لا يشغله غبار، ولكن عنتر عنده حكمه وعنده فراسه وعنده قيم انسانيه مهمه جدا. فهني اصبح كالمعلم كالحكيم عنتر في وسط الصحراء. جميل. ينقذ العتر من هذه الاوهام اللي هو عايش فيها. هل هذا نسميه يمكن مخرج او هروب من النقاد، كون اذا احد انتقد يعني لماذا قدمتوا هذه الشخصيه بهذه الصوره اللي رمزيه، فانت وضعتوا عنتر الحقيقي حتى انه يقول والله يا جماعه احنا ما اقصد عنتر، عنتر ترى موجود هذا شخصيه ثانيه. لا بالعكس، هي لعبه، هي لعبه. يعني هل هو هروب من النقاد؟ لا مو هروب، هي لعبه، هي لعبه. انا اقول لك شلون، انه طول الوقت انت راح تشاهد الفيلم راح تحس انه يقصدون عنتر، كنا هذه القضيه هذه كنا موجوده بسيره عنتر، اكيد يقصدون عنتر، فانا يا اخر فيلم افاجئك واطلع لك عنتر، اقول لك هو عنتر. اذا عنصر جذب للمشاهد اعتقد الشاهد والناس كلها. بالعكس عمليه فنيه. انطلق الفيلم امس اعتقد دكتور او قبل، هو الحين صار له يومين. يومين. اي والحمد لله، يعني الحل اللي تفضل فيه رمضان اللي هو الحل اللي انا اعتبره ذكي، يعني حل وايد سلس، فعلشان كذي الاصداء كانت وايد زينه في هاليومين اللي طافوا، بالذات انه طلع مناسب وايد حق كل الفئات. نعم. وكل الشرائح كل الاعمار يعني. جميل. انت كفنان فهد، شو اللي خلاك تقدم على هذه الشخصيه وعلى تاديه هذا الدور؟ هل هي لان تجربه سينمائيه جديده؟ هل لان في شخصيات الكل يلعب كاركتره الخاص فيه؟ هل لان بطوله انت قبلت فيه؟ شو اللي يشجعك انك انت تقبل بهذا النص وتقبل بهذه الشخصيه؟ هو لا شوف، طبعا الاقبال او الطموح خلينا نقول لاي فنان انه يشتغل عمل سينما، وبالذات في الكويت، يعني تعرف انت عجله الدراما عندنا. صحيح. سواء في المسرح او في التلفزيون احنا نعتبر المركز على مستوى الخليج يعني. فالسينما بدات الان تنشط، يعني في تجارب وايد مهمه، وبالذات عند الشباب، يعني عند دار اللؤلؤ الانتاج الفني وعند الفرقه الاولى اللي مديرها سلطان خسرو.
فعندهم مشروع يعني متكامل. دكتور فهد لانه مشتغل مع سلطان العبدي قبلي مشتغل وياه سلطان رمضان إيه. فسلطان ماخذ عقله اقول انا كل يوم اعشيك بالمكتب للحين تقول سلطان رمضان زين الله يجزاك بالخير ان شاء الله يسلمك. فموضوع الكاركتر او شلون تم الشغل مع اخوي رمضان، مثل ما قلت لك يعني في شغف وفي طموح حق العمل السينمائي اولا. اثنين، في شغله وايد مهمه يعني يمكن من خلال احتكاكي بالشباب ومع رمضان بالذات يعني شفت الناس يمتلكون ادوات السينما بشكل يعني حقيقي، يعني ناس متمكنين من الصنعة. هذا أول تجربة لك فهد بالسينما؟ بالسينما أول تجربة. أول تجربة. إيه؟ فكان لك اطلاع خاص على السينما، فشفت الشباب ما توقعتم بهذا التقدم وهذا التطور عندنا. صراحة لا يعني مو ما كنت متوقع، لكن تفاجأت بأن الموضوع وايد جدي والموضوع يعني ماخذينه بشكل احترافي يعني. والإمكانيات شلون؟ والإمكانيات. أنا كدكتور الحين شخصيا إمكانيات السينما. لا الإمكانيات الكويتية. الامكانيات بالعكس يعني يمكن حتى نوعيه الفيلم اللي اشتغلوا عليه اللي هو العتر يعني من النوع اللي هو صعب، ما هو سهل يعني، في ريسك ممكن يكون لان انت عارف الفانتازيا والامور هذه تحتاج يعني غير عن الشيء الواقعي اللي هو يقدم بشكل رتيب او بشكل. وين المغامره بالموضوع؟ قصدك المغامره الماديه ولا المغامره للجمهور او المغامره بالنص؟ المغامره في طبيعه العمل. طبيعه العمل انت دامج ما بين اللغه العربيه. نعم. او انت يعني قاعد تتكلم عن لغه عربيه مبسطه اللي هي البيضه مثل ما سميناها، ايضا في لهجه محليه وفي شخصيات كرتونيه او كاريكاتوريه، والموضوع في له علاقه بالاسطوره انتر والموروث اللي هو التراث اللي عندنا. في شرباكه الموضوع. الموضوع اي الموضوع من هالزاويه ما هو سهل. نعم. والاقدام عليه يعني يحتاج انك تعد له العشره. بالنسبة للفيلم أيضا لسؤالك اللي هو البطولة أنا مثل ما أنا شفتها جماعية في العمل. نعم. يعني الكل ماخذ مساحته، والسينما دائما ما تعتمد على الكم كثر ما تعتمد على الكيف والنوع. يعني أحيانا يمر مشهد واحد في فيلم لي وهذه نعم. أمثلة كثيرة هو يعلم مع الناس، يعلم ويترك أثر فني واضح. نعم بالضبط. اليوم أيضا موضوع اللغة العربية وتقديمها بهذه الصورة وبهذا الشكل، ألا يعني تخاف بأن ممكن الناس تنتقدك على هذا الموضوع؟ يا جماعة شلون قدمت اللغة العربية بهذه الصورة؟ هي فيها كوميديا في النهاية، لكن هذه لغة عربية وهذا يرد بهذه اللهجة، يعني أتقبلها أشوفها على المسرح إفيه يصير موجود، لكن إفيهات بالسينمائية فشلون صارت التركيبة هذه؟ رمضان إذا حاب تعلق بعدين راح أرجع للدكتور. شوف أنا أعتقد هي صارت فرصة في هذا العمل أن ناخذ يعني راحتنا في أن إحنا نضع كل ما هو إذا صح التعبير يعني يحطك في منطقة المغامرة أو في منطقة الصعوبة. عمل فانتازي في مساحة مفتوحة، في كاركترات كثيرة، في فكرة جميلة، في غاية انت رايح لها في العمل، والعمل سهل ممتنع في النهايه. الاهم من هذا كله انه نوع جديد مثل ما تفضل الدكتور، نوع العمل جديد ما قدم من قبل، مو في المنطقه الخليجيه، حتى في المنطقه العربيه ما قدم هذا النوع، نادر جدا. ممكن نوع الفيلم نفسه هذا يكون يقدم بهذه اللغه كله على بعضه، شكل السيناريو وشكل التركيبه نفسها يعني. التركيبه نفسها هي كلها انك انت تطلع انك تستعرض شخصيات كاريكاتوريه. ما شفت انه ممكن البعض ياخذ عليك بانك انت قاعد يعني تقلل من شان اللغه العربيه اليوم؟ لا بالعكس، مو هذا انا قاعد اقول لك ان إيه؟ هذه اتت اليوم حق الناس، قول اتت فرصه. خلنا نسبق النقاد يعني قبل يقولون اي شيء. انا اقول لك العمل هذا مثل ما قلت لك كان فرصه انك انت تقدر تضع فيه كل ما تشتهي على قولتهم. نعم تمام. لما انا اي مثلا على سبيل المثال انا اليوم انا مهتم في وجود اللغه العربيه في السينما على اساس اوصل فيلمي للمنطقه، واحد على اساس انعش شوي اللغه العربيه، شوي الاذاني عندنا يعني تبي 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 تسمع هذه اللهجه الجميله. وبعدين احنا رحنا حق اللهجه البيضاء، بعدين لا تنسى انا مخرج حبيب الارض. نعم. ومتاثر جدا بفايق عبد الجليل. نعم. صاحب اللغه البيضاء اللي ما عنده لغه شو اسمه، فهذا يعني خلاني احملها معاي
وصار في داخلي وبدأت وصار في داخل رازي أيضا اللي هو مؤلف حبيب الأرض. ها عديت الناس أنت بهذا الحمل طبعا نقلت النجوى شيء طيب زين. فصار عندنا أن خلينا نكمل هذه المسيرة خلينا نوصل هذه اللغة. اللي حصل رمضان أنت مو متخوف من هذا الأمر؟ لا بالعكس أنا إن شاء الله متفائل جدا أن الناس راح تستمتع بلغتهم العربية. راح يقولون يا سلام أن اللغة العربية سلسة وجميلة وسهلة ونقدر ولا وفيها كوميديا. وسأخبرك فيما بعد ماذا سيحصل في الفيلم. هو بالنسبة للغة بهذا الموضوع أنت رأيك الآن كأكاديمي؟ أي أنا أشوف يعني هذا موضوع إحنا اشتغلنا عليه وايد يعني كان بالحسبان يعني كنتم متخوفين يعني في المسرح لا يعني أقصد في الكويت يعني أنت لما تيجي حق لغة صحافتنا راح تلقى اللغة العربية المبسطة بالضبط السلسة اللهجة اللي يقراها طالب المدرسة الجريدة يعني ما ويفهمها. فلما تروح حق وسائل التعليمية اليوم لما تروح حق الكرتون المعرب لما تروح حق وايد أشياء اللغة هذه دائما مستخدمة. لكن احنا هني في دمج ما بين اللهجة وما بين اللغة وهذا عطى يعني خلنا نقول دفعة يمكن أكبر للعمل للعمل طبعا. لكن انت بتنتقل خليجيا عربية تعتقد راح يعني راح يستسيغون هذه الكلمات يعني بداية من اسم الفيلم العتر. شوف علي فأعتقد ان العتر كلمة كويتية يعني مو هذا انت من خلال اللغة العربية اللي هي سهلة على اهل المغرب واهل مصر واهل تونس ويفهمونها اهل الامارات يفهمونها اهل قطر. هذه اللغة العربية من خلالها انت تبدأ تغرز شوي لهجتك هذا جواز المرور وبعدين في كواليتي عالي يعني حتى تعاطي اللغة وكذا. يعني بالنسبة للمغرب مثل ما تفضل رمضان والدول العربية بشكل عام على جناح التبريزة وتابعه قفة كان فيها هذا الدمج صحيح. علي شنو بعد حفل على الخازو, وانا قلت لك بدأنا مسرحيا قد يكون مقبول هذا الجانب على خشبة المسرح لكن اليوم بالسينما فأنتوا قدمتوا شيء جديد مثل ما قلت بداية كان في مغامرة لكن هي جميلة وعملت حساب لكل شيء لا أكيد. لذلك معمول حساب كل شيء. خلينا نتكلم على جانب الأزياء إذا حبينا نعرج عليه بشكل سريع. تعبتوا بالأزياء لنشوف الأزياء أيضا فيها فانتازيا هو ما اعتمدت على الأزياء التاريخية فقط لا لا لأن مثل ما يعني تكلمنا أن العمل أخذ جانب هذا الكرتوني أو الكاريكاتوري فصار لازم يكون كل العمل في المنطقة هذه يعني طبعا اللي صممت الأزياء زميلتنا في الفرقة لمية الإصلاحي كنا مهتمين في العمل إنه يكون في تلوين ويكون في كذي يعني في ألوان وفي لعب ونرجع حق الأفكار هذه اللي تلاقيها في الكرتون. يعني مثلا تشوف هنا شخصية عبد الله الطراروة في دور دبور تلاقي لبسه مرقع بالطريقة هذه اللي مخيط قطعة مخيطة على قطعة اللي تشوفها في البابايات يعني في الكرتون فحبينا نروح المنطقة هذه بحيث انه احنا 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 حاولنا نسوي ديزني كويتي. انتم ما شاء الله باب يفتح باب باب يفتح باب ديزني كويتي وما شنو والازياء يعني مو مخلي شيء. اليوم الشخصيات اللي لعبت معك هذه الادوار واللغة العربية لازم في الهارموني موجود ما بينكم كشخصيات يمكن كعمل سينمائي اول عمل خاص للفنان فهد وايضا في بعد مجموعة كأول مشاركة لهم فكيف تعاونت مع فنانين يعني اندمجت انت معاهم وانتوا كلكم لأول مرة تشاركون في عمل سينمائي وفي البعض يمكن لأول مرة يمثل. يعني شوف هو السينما احنا كلنا اشتغلنا مسرح واشتغلنا تلفزيون اغلبنا فيعني عندنا خلنا نقول الأسس او الأصول أصول المهنة وأصول التمثيل الاحترافي لكن في السينما الموضوع أعمق شوي. يعني يمكن نذكر رمضان دائما في جلسات في بحث عن بالكاركتر بعلاقات الشخصية بالشركاء اللي معاه بالمشهد. ف يعني أحيانا في السينما تشتغل مشهد تحضر له وتسوي له تمارين ويمكن إعداد كأنك تشتغل فيلم. وانا هذا اللي اتكلم عنه اقصده لاول مره راح ياخذني السؤال الى الزميله النجمه المتالقه ايمان نجم. فلما تكون في هذا العمل وهذه الشخصيه اللي هي تاديها اعتقد دورها يمكن هي عبله ولا هي سلمة اللي حبها العتر اللي حبها فيمكن في مشاهد كثيره تجمعك مع سلمة ها مع العتر مع العتر إيه؟ العتر مع سلمة انا أيوة. عنتر الحقيقي ها انت عنتر الحقيقي إيه؟ والعتر تجمع كثير من المشاهد مع سلمة. مع سلمة. راح اروح الفيلم عشان افهم اشوفه هذا لازم. خطيبته. بهذه النقطة تحديدا لأول مرة أعمال مثل إيمان نجم وذكر فهد بأنه لازم الشخصية في أسس احنا نعتمد عنده. ف
فاليوم دخل انت بالسينما وشخصيه وتتغمص هذه الشخصيه، فكيف رايت ايمان مع باقي الشخصيات تعاونهم مع بعض؟ شوف، انا اؤمن بان المخرج السينمائي اهم دور له، واهم شيء لازم يكون هو يتقنه تماما هو عمليه اختيار الممثل والعمل مع الممثل. اذا كان المخرج يستطيع ان يختار ممثله صح ويعمل معاه ويجهز يحضر العمل صح، كل شيء ثاني راح يكون ماشي تمام، لان كل الشغلات الثانيه هي لها 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 دايركترها، يعني في دي او بي، في دايركتر اوف فوتوغرافي، في 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 مخرج قاعد على الصوره، في مخرج للديكور، في مخرج للكذا. كل ما عليه المخرج هو يوزع، هو يوزع يعني يوزع نعم. الرؤيه مالته ايه؟ وهم المنفذين، هو ما ينفذ، المخرج يعطي رؤيه، ولكن مع الممثل الشخص الوحيد اللي هو يشتغل معه وينفذ معه الممثل. فلذلك لما 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 جينا اخترنا ايمان اخترناها من عين مخرج، نعم، مخرج يعلم وعارف ان وراء هذا الشخص ادوات. ايمان موجوده على التلفزيون، نعم، قاعد نشوفها في 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 في, في البرامج وفي كذا، بالتاكيد. والمسرح ايضا شاركت في المسرح، يعني وهذا التقديم جزء السينما اليوم، هذا التقديم جزء من من يعني جزء من 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 من, من, من الادوات التعبيريه اللي يستخدمها الممثل على خشبه المسرح او السينما، جزء منها قاعد يستخدمها المذيع في البرنامج. جميل. في عباراته، في سيمولوجيا. ايمان راح اقول، راح اخذه حق سؤال، اقول يعني يقولون رايهم فيك ايش سويتي؟ شنو رايك فيها؟ فمن من هني اخترنا ايمان، لان شفنا ان عندها شيء. يعني ايمان راح تكون فيلم ثاني وثالث؟ وتفاجئنا في ايمان داخل البروفات، من اول بروفه انا اشتغلت معاها ايمان تفاجأت منها، ما حد يدري من الشباب، لان ما شافوها، كنت انا وياها بالبروفه مع المخرجين، تفاجأت. بعدين كملنا بروفات الى ان بدات اجمعهم مع بعض، الجمهور كله متفاجئ من ايمان. اذا المشروع شنو ايمان؟ مشروع نجمه، اتمنى ما تكون تلفزيونيه، سينمائيه، وممكن تكون مسرحيه ناجحه 100%. وفهد العبد المحسن، دكتور فهد المحسن استاذ، هذا نتعلم منه حبيبي. اي والله تجربته السينمائيه الاولى وكذا. استاذ فهد، شوف انا بضمن لكم عقود الحين حق الافلام اليوم. اوكي، راح اشوف دكتور فهد. انا قلت له انا اللي شوي يعني مضايقني في العمل شغله واحده، ان الدكتور فهد هو الوحيد اللي في كل الشخوص اللي موجودين داخل الفيلم ما اشتغلت وياه بروفات ولا تدربت وياه. انا كل الممثلين تدربت معاهم بروفات 3 شهور، نعم، الا دكتور فهد، من النص الى اللوكيشن، وعمل الدور اكثر من ما ممكن نحن نشتغله اضعاف الاضعاف، بعد يعني خبرته ومجاله ودراسته وتجربته. اسال الله يوفقكم ان شاء الله. سعدت جدا وتشرفت باللقاء اللي جمعني معاكم، ربي يوفقكم ان شاء الله. اذا حاب تقول شيء في الختام، راح اسالك الختام عندك بالتصنيف اللي مبروكين على هذا التصنيف اللي يدل على الرقابه الذاتيه قبل رقابه الدوله على هذا الفيلم، راح تعرفون من رمضان نفسه، لكن كلمه الختام اتركها لحضرتك. انا اول شيء اخوي راشد حاب اشكرك، وحاب اشكر التلفزيون مره ثانيه الراي على الاهتمام وعلى عنايتهم بالفيلم. وبعدين ان شاء الله يعني الفيلم الحمد لله على اقبال الان، وبدت تجينا الاصداء وردود الفعل يعني طيب. وايد ايجابيه الحمد لله. سهلة. وان شاء الله يكمل، يعني احنا تونا بثاني يوم الحين او ثالث يوم. ربي يوفقكم ان شاء الله. ربي يوفقكم ان شاء الله. الان رمضان، كلمه الختام عندك، التصنيف اي معنى هذا التصنيف تقول للمشاهد، وعندك كلمه الختام، وعندك الفيلم وين راح يعرض ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للتصنيف، هو فيلم العتر مصنف اي، وهذا التصنيف بمعنى فور ايفري ون، يعني للجميع. وهذا التصنيف نادر ما يصنف عمل للاعمال بشكل عام الاجنبيه والكويتيه، يعني او هو من اول عمل كويتي يصنف هذا التصنيف، والاجنبيه نادره جدا، لان العمل مراقب نفسه مثل ما تفضلت ذاتيا. صحيح. ما تلاقي فيه اي خدش للحياه، اي شائبه يليق للطفل، ما في اي مشهد مزعج، ما في فالفيلم هذا مقدم الأسرة، ما في أي شيء، تي الأسرة تشاهد كوميديا راقية وقصة فانتازية جميلة تستمتع فيها، وتشوف ألوان وأزياء جميل. وفنانين عبروا بشكل جميل. العرض وين فيه إن شاء الله؟ العرض إن شاء الله راح يكون في صالات سينسكيب، في كل المجمعات اللي فيها صالات سينسكيب، مثل 360 والأفينيوز والفنار والمارينا والمجمعات هذه. خليجيا راح ينطلق؟ خليجيا إن شاء الله خلال أسبوعين إلى ثلاثة راح يبتدي في دور العرض إن شاء الله. أنا حبيت من خلال تلفزيونكم أوجه كلمة شكر وامتنان لكل
كاست العمل من نجوم فنانين على الشاشه، عبد الله الطرار وضاري عبد الرضا، ولد الديره، الدكتور فهد، بشار الجزاف، عصام الكاظمي، ايمان نجم، ان شاء الله ما انسى احد، والكاست اللي خلف الكاميرا من مدير انتاج احمد الاميري ورازي الشطي المؤلف. وطبعا الشكر الكبير الى امنا وام العمل وحبيبه قلبي يعني الشيخه انتصار سالم علي الصباح، اللي ارائها الفنيه اصبحت اليوم بالنسبه لي حتى اهم من ارائها الاداريه في الانتاج. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. المخرج ومدير الفرقه السينمائيه الاولى رمضان خسرو، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك الفنان الدكتور فهد عبد المحسن، شكرا جزيلا. كل الشكر لضيوفنا الكرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم راشد حسن، تصبحون على امن وامان، وصحب الابدان، الى اللقاء.